مجددا تتكدس النفايات في الشوارع وأحياء مدينة تعز، حيث تحكي هذه المشاهد عن حجم الكارثة البيئية التي تعيشها المحافظة في ظل إهمال فرق العمل المكلفة بإزالتها. أمراض واصل الشارع كله، لا يقدروا لا يجزعوا جنب المحلات ولا يخرجوا إلى البيوت ولا نشيت الدولة تقيت تلف القمامة هذه من السائلة هذه. إغلاق مجاري السيول جراء أكوام النفايات بات يهدد بكارثة وشكة ما لم تسرع الجهات المسؤولة عن العمل على استدراك الوضع والقيام بمهامها. في هذه الأماكن حيث اتخذ منها السكان مكبات لإلقاء المخلفات، حيث يواصلون بطريقة عشوائية وضعها هنا، فيما يذهب بعض الأهالي لإحراقها، وهو ما يفاقم من حجم الكارثة التي تنذر بمزيد من الأمراض جراء تلوث الهواء وانتشار الغازات السامة التي من شأنها التسبب بالإصابة بالأوبئة القاتلة. لا توجد لدينا معدات البوكلين، لا يوجد لدينا في محافظة تعز بوكلينات. حاولنا الدخول بعد تصفية عبارة الجسر الصيني، حاولنا الدخول، الجسر كان هابط، لم نستطع الدخول بالشيول، بحثنا عن بوكلين لم نلاقي المعدات. هذه المدينة نهبت بالكامل من الحوثيين. في ظل أزمة خانقة يعيشها الأهالي، تزيد هذه الأطنان المكدسة وسط مجاري السيول من تعقيدات الوضع الصحي المتدهور أصلا في المدينة، كما أن إهمال الجهات المعنية دون أسباب تذكر قد يفاقم من الحالة الراهنة للأهالي في هذه الأحياء. استخدام مجاري السيول كمكب رئيسي لرمي النفايات في ظل غياب الجانب التوعوي والإرشادات بالمخاطر التي قد تتسبب بها، أمر لن يزيد إلا من معاناة المواطنين ويدفع بتشوهات المدينة أسوأ مما هي عليه الآن. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.